اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. حيث عقد النادي الاهلي ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق. وحضر المؤتمر خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي وعبد العزيز عبد الشافي عضو لجنه الكره والمدير الرياضي للنادي، كذلك ايضا حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكره، وكذلك مينا عاطف ممثل الشركه المنظمه للمهرجان. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 9 مايو المقبل على أن تقيم في دبي، على أن تتوجه البعثة إلى مدينة العين يوم اللقاء الموافق 11 مايو، والذي سيواجه فيه الأهلي فريق أياكس أمستردام الهولندي. ولمتابعة بعض ردود الأفعال تجاه قرار اعتزال حسام غالي نتابع في التقرير التالي. اقول له طبعا بالتوفيق يعني في حياتك اللي جايه، يمكن على مستوى الكره كنت نجم وحاجه مشرفه جدا على المستوى الفني ان شاء الله الرحمن، انا متاكد ان انت كمان على المستوى العملي والمهني ان شاء الله الرحمن هتبقى حاجه كويسه جدا. بقول يمكن النادي الاهلي من الانديه الحريصه جدا على تقدير ابنائها والحفاظ عليهم، وخصوصا ان انت كمان ما بتصادفش كل فتره زمنيه، مش كل يوم بتقابل حد عنده المواصفات ديت يعني. فبالتوفيق لحسام وهو يسأل كل خير يعني. متاكد كمان من خلال تنظيمه والتواجد والجماهير اتمنى يكون كبير جدا جدا في هزاع بن زايد ان شاء الله الرحمن في يوم 11 مايو باذن الله. جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي دورها وعارفه كويس قوي ايه اللي بتعمله في مسانده الفرقه والنادي بشكل عام يعني، فانا عارف كويس جدا جدا دورهم يعني. حسام غالي على قد ما احنا بنقول احنا سعداء بان احنا بنحضر مهرجان وتكريم اعتزال حسام غالي، على قد ما احنا زعلانين انه هيسيب الملاعب. حسام كان لسه عنده كتير وعنده عطاء كتير داخل الملعب. حسام غالي ادى كتير للنادي الاهلي، ساهم في انجازات كبيره جدا للنادي الاهلي. بطولات النادي الاهلي دي ما تحققتش من الفراغ من حسام غالي وبقيه المنظومه، بس حسام كان وصل الى قائد الفريق. قائد الفريق ده ما بيصلش ليه الا من هو اعطى ومن هو على قدر من القياده والنجوميه والشخصيه وكل حاجه تؤهله انه يبقى قائد الفريق. حسام غالي نشا جوه النادي الاهلي، تاريخ طويل مع النادي الاهلي، حتى لما اعتزل لما احترف خارج مصر كان حسام غالي متواجد اجازاته في مصر، كان بيجي يتمرن في النادي على تواصل مع النادي. لما طلب منه انه يعود للنادي الاهلي ويضحي بعقد احتراف في خارج مصر رجع. وطبعا حسام قيمه كبيره، وانا شايف ان شاء الله ان هو هيدي كتير بعد اعتزاله خارج المستطيل الاخضر. قد يكون هو طالب جزء من الراحة، إنما أنا عارف إن هو مش هيطول. هو حسام غيور على إنه لازم يبقى في هذا المجال يعني. حسام غالي لما يعتزل لازم يكون ليه مهرجان يليق بقيمة حسام غالي، وبقول زي ما بقول إن إحنا نفسنا بقى تعود هذه المهرجانات، تعود هذه المباريات اللي هي بتمتع جمهور مش نادي الاهلي بس جمهور مصر، بترجع ذكرياتنا مع اعتزال النجوم الكبار ورموز الكره المصريه زي الكابتن الخطيب، بتخلينا نقول ده ذكرى بتفضل مدى الحياه لهذا الرمز او هذا اللاعب الفاز. فان شاء الله كده يبقى تبقى بدايه لعوده المهرجانات دي. احنا بنقول كل سنه وكل جماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي فيش مصر بس، في على كل مستوى العالم بخير، وفي كل سنه من سنه لسنه انجاز. السنه اللي فاتت كان 39 دوري، السنه دي 40 دوري، وان شاء الله يكون فيها كاس وكاس افريقيا، بتزيد من ارقام قياسيه، بتزيد من انجازات، بتزيد من دولاب بطولات مش موجود في اي حته في العالم. نامل ان يعود لينا لقب الاكثر تتويجا لانه كان في ايدينا، وان شاء الله باذن الله احنا بنوعد كل من هو محب ومنتمي للنادي الاهلي الى مزيد من البطولات. احنا لسه امبارح حققنا بطوله كره اليد افريقيه رجال، حققنا رجال وسيدات كره طايره افريقيه، عندنا مشوار بنبتديه في البطوله الافريقيه كره القدم. ان شاء الله كده نامل ان البطولات دي تزيد ونمتع بيها محبي النادي الاهلي ان شاء الله.
السلام عليكم جميعا. اولا بشكركم جميعا على الحضور الجميل ده، واللي انا شايف ان هو يتناسب مع حجم النادي اللي احنا بنحتفي بيه النهارده. عايز اقول ان في نمو كثيره جدا شرفت بتمثيل النادي الاهلي وساهم في البطولات على مدار تاريخه، بس القليل منهم اللي هو بينتصف مدى الحياه بالنسبه له بصبغه النادي الاهلي. ومن هؤلاء النجم الكبير حسام غالي احنا بنحتفل بيه النهارده، ويمكن في صفات كثيره جدا بتبقى موجوده بالنسبه للنمو، الا ان في صفه مهمه قوي بتبقى موجوده في بعض النجوم اللي هم الابرز، الشخصيه بتاعت حسام غالي شخصيه راقيه كانسان، شخصيه فيها قياده، شخصيه فيها قدره على ان هي تعبر عن نفسها بشكل جيد سواء فنيا او اخلاقيا او سلوكيا او رياضيا. النهارده انا بعتبر الحياه كلها عباره عن محطات بتبدا ومحطات بتنتهي. محطه بتنتهي بيه كلاعب النهارده، ولكن بتبدا بيه ان شاء الله في مجالات اخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف اليه في ان شاء الله في المستقبل، سواء في الناحيه الرياضيه او في الناحيه الخاصه بيه في الحياه العامه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اقامه مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه مع عطائه الكبير جدا للنادي الاهلي، ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عمليه التقدير وعمليه الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمروا بيها على مدار حياته. بشكر الاعلاميين اللي هم ساهموا في ابراز النجوميه، لان النجوميه مستويات، واعتقد ان حسام غالي خد حقه كويس قوي من الاعلاميين، لذلك انا بقول لهم الشكر، لان الاعلام هو اللي بيقدر يعكس شكل النجوميه للمتفرج وللناس كلها. بشكر حسام غالي على كل اللي قدمه للنادي الاهلي، وبشكره على مشواره الطويل اللي اداه في الملاعب، وبشكر الشركه الراعيه لهذا المهرجان الاستاذ مينا نجيب، اللي الحقيقه بيبذل مجهود كبير جدا، واللي كان ليه برضه قبل كده سابقات اعمال مع النادي الاهلي. وفي الاخر وفي الاول بتمنى التوفيق ان شاء الله لكل نجوم النادي الاهلي، واتمنى لحسام بشكل شخصي انه يوفق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله. يمكن انا كلامي عن حسام غالي هيبقى مختلف شويه، لان كلنا الموجودين هنا عشنا فتره طويله جدا مع حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن انا طبعا يمكن عشت مع حسام غالي على ارض الواقع لفتره طويله جدا، وهو صغير وهو بيبدا مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته فترات نجومه. واقدر اقول ان اي مدرب بيتمنى ان يكون معاه لاعب زي حسام غالي، صفات كثيره جدا يتصف بيها، ايجابيه ليه كلاعب بشكل فردي للمجموعه اللي بيشتغل معاها بشكل جماعي، فبتساعد اي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينه اعتقد ان احنا بنبقى محتاجينها في النادي الاهلي، وهي روح البطوله اللي احنا طبعا متربيين عليها ولازم تبقى موجوده عند اي لاعب موجود في النادي الاهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي، لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جد على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمه الهرم اللي فيه اللعيبه المميزه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. فحسام غالي طبعا اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كثيره جدا، وزي ما انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا، بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم الشكر اللي يليق بيه. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله نتمنى ان الاحتفال باذن الله، وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كل التوفيق ليك يا حسام.
وجه حسام غالي كابتن النادي الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي لحرصه على تنظيم مهرجان اعتزاله لكرة القدم يوم 11 مايو القادم، لافتا إلى أنه قضى معظم فترات حياته داخل جدران القلعة الحمراء، وإنه لا يمكن لأي تصريح بعد هذا المشوار الطويل أن ينفي النادي الأهلي حقه. ولم يستطع اللاعب أن يتماسك نفسه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، وأكد باكيا على أن علاقته بجماهير ومسؤولي النادي الأهلي أهم إنجازاته سواء داخل مصر أو خارجها. وفي التقرير التالي نتابع تصريحات حسام غالي. كان يوم ولابد منه، يعني كل بدايه لازم يكون ليها نهايه يعني. فانا الحمد لله يعني سعيد باللي انا انجزته وقضيته في مسيرتي تقريبا 18 سنه لعيب محترف. شرفت ان طبعا مثلت النادي الاهلي اكتر جزء في مسيرتي كان جوه النادي الاهلي، ده كان شرف ليا. اتمنى ان انا اكون يعني أضفت حاجة أو حطيت جزء من التاريخ الكبير للأهلي، أضفت عليه حاجة يعني. فأتمنى التوفيق دايما لزمايلي والجمهور للأهلي ومجلس الإدارة، ومزيد يا رب إن شاء الله من التوفيق. طبعا قرار صعب جدا، خصوصا مع واحد زي يعني واحد كان حياته كلها للكورة يعني، سواء جوه الملعب أو بره الملعب. لكن لازم لابد من تاخد قرار، وتاخد قرار في وقت مناسب وبإرادتك انت شخصيا. انا قلت في المؤتمر ان انا خدت القرار ده عشان دماغي خلاص عايز ارتاح يعني. تحملت ضغوطات كتير، وتحملت نادي الاهلي ما بيقبلش، او اللي بيلعب في نادي الاهلي جمهوره ما بيقبلش ب9 من 10، دايما عايز 10 من 10 او اكتر من 10 من 10، عايز دايما اللعيب بتاعه فورمة، عايز دايما المكسب، عايز دايما بطولات. فدي اكبر حاجة صعبة في الكورة يعني، فدي بتحط ضغوطات على اللعيب مهولة. ما بالك انت كابتن فريق ومش شايل هم نفسك بس شايل هم فريق، فالحاجات دي بتحط لود اكتر عليك. فكان الوقت المناسب خلاص ان انا دماغي زي ما قلت في المؤتمر عايز ارتاح يعني بدنيا ممكن ابقى قادر، جسمي قادر لسه، فنيا قادر، لكن هو الجزء المهم هو الدماغ يعني، اللي هي بتدي اشارات للحاجات دي كلها تتحرك. فما الدماغ خلاص تتعب ومش قادر خلاص تاني تبقى رايح للتمرين لسه برضو، عارف لو طب اقعد اريح شويه في البيت، فاهم الحاجات دي، تاخد راحه، تبقى انت عايز، لانك بتحب التمرين جدا ده معروف عنك. وبنزل التمرين بدي برضو كل حاجه في اللي جوايا، بس ما الدماغ تفصل لازم خلاص تديها راحتها بقى، خلاص انت تفصل عن الكوره خالص وتبعد وقت تفكر في مجال تاني تاخده بعد الكوره يعني. فده كان القرار جاي من بناء على عن الاحساس ده يعني. وطبعا حاجه برضو اسريه، ان ما بقعدش مع عيلتي كتير خالص. انت عارف انت برضو جوه النادي الاهلي بتطلع معسكرات، وشايف ان حياه لعيب الكوره في النادي الاهلي كل يوم يومين معسكر، فانت بره البيت طول الوقت، تمارين طول الوقت، معسكرات طول الوقت، انت في الاعياد مش موجود، في رمضان مش موجود، اجازات رسميه مش موجود. فده برضو جزء من اللي خلاني اخد القرار يعني. ماتش الترجي في رادس كان، وانك تاخد بطوله افريقيا بره ارضك ومن فريق بحجم الترجي ده، كانت حاجه كبيره وغاليه جدا علينا، خاصة ان ما كانش فيه مسابقة، انت ما كانش بتلعب دوري وما كانش فيه اي ماتشات بتاخدها، انت بس بتلعب ماتشات ودية جوه مصر وبتلعب بطولة افريقيا. فانك تاخد البطولة دي برضو حاجة كانت غالية جدا. في بطولة دوري برضو كنا كابتن مستر مانويل جوزيه تولى المهمة بعد كابتن حسام بدري في موسم من المواسم، وكنا متأخرين على الزمالك حوالي 8 نقط او 11 نقطة حاجة كده، وقدرنا ناخد الدوري ده برضو، كان دوري جميل. ماتش السوبر بتاع الزمالك في العين ده برضو كان حاجة بالنسبة لي غالية جدا،
عشان الزمالك كان واخد مننا بطولتين دوري وكاس، وكان جمهور الاهلي في حاله يعني اول مره اشوفه فيها، فكان لازم الماتش ده يخلص بفوزنا الاهلي، وده كان يعني قرار اخده كل اللي كان موجود في الفتره دي واللعيبه اللي كانت موجوده، وقدرنا نكسب الماتش وخدنا البطوله. كان برضو بطوله غاليه، بس في بطولات كتيره تانية بقى يعني قرار موجود طبعا، بس بقول لك ارتاح شويه برضو، ااكد موضوع القرار ده، تبعد شويه، تفصل عن الكوره وكده، تشوف انت ميال فين، دماغك واخدك لغايه فين. انت دماغك واخدك لغايه فين؟ انا قلت ان شاء الله تبقى اداره يعني، بس بقول لك الراحه والبعد هو ياكد الموضوع ده ان شاء الله. اقول لهم شكرا على دعمكم ليا وايمانكم بيا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني ارتباطي بيكم يا رب ان شاء الله يبقى دايم. دي احلى حاجه حصلت لي في مشواري الكروي، ان بقى مرتبط بالجمهور بالارتباط ده. مستنيكم ان شاء الله تشرفوني برضو في 11 مايو، ماتش من غيركم مش هيبقى ليه طعم. اتمنى حضور جماهيري كويس، يبقى يوم وداع اتمنى يعني، وان شاء الله في اللي جاي الاهلي واللعيبه واداره يقدروا يبقوا على قد طموحاتكم ان شاء الله ويحققوا لكم علاقه قويه قوي مع جمهور النادي الاهلي كابتن حسن. والله بشكر ربنا يعني، دي احلى حاجه حصلت لي في الكوره يعني، فان شاء الله اللي جاي بقى احسن ليكم، اللعيبه تقدر تفرحكم ومجلس الاداره يقدر يفرحكم في المشوار اللي جاي ان شاء الله. يعني ما حدش بينجح لوحده، انتوا ساعدتوني كتير في اللي انا وصلت له ده، صبرتوا عليا، ساعدتوني ودعمتوني، بشكركم وبتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بس برضو مدربين اللي اتدربت معهم في مسيرتي كلها، بدايه من النادي بيا بدات كوره فيه وانا عندي 8 سنين لغايه مراحل الناشئين كلها في النادي الاهلي من 14 سنه لغايه دلوقتي، المدربين اللي دربوني بره دربت مع اسماء كبيره يعني، فكله اكيد ساب بصمه في شخصيه حسام غالي، فبشكرهم كلهم على اللي قدموه ليا يعني. اتمنى لهم التوفيق طبعا، في روسيا بيمثلوا 105 مليون مصري، ربنا معاهم يوفقهم. انا اتوقع انه ان شاء الله نعدي الادوار التمهيديه وكده نفكر في المراحل اللي بعد كده ان شاء الله، ربنا معاهم. انا واثق في امكانيات اللعيبه جدا، جيل محترم، في لعيبه كتير على مستوى عالي، ان شاء الله ربنا يكرمهم ويفرحونا ويفرحوا المصريين.